لكم عاملين ايه؟ كويسين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. هو الفيديو ازاي تحطوا صورة للفيديو. طبعا انا هخش على ده وده هحطه لكم في صندوق الوصف، ولما احط في صندوق الوصف خش على الرابط ده. تمام، انا هنا بنزل فيديوهات تماما اكنه انا داخلة على اليوتيوب. هتلاقوا ان هي السهم هنا كده دايسين عليه. تمام اوكي، استنوا. هنا بقى انا هحط صندوق الوصف يكون كده شكله، تخشوا عليه تختاروا الملف، تختاروا نوع الملف اللي انتوا عاوزينه. كنت عايزين مثلا تنزلوا مسجل صوت او اكمال اجراءات. بصراحة انا مش عارفة يعني اكمال اجراءات كاميرا او ملف. انا طبعا هدوس ملف واختار اي فيديو. مثلا هنزل ده، مثلا ده الفيديو. ايوه هنزل الفيديو ده. تمام، هنا هتحطي صورة مصغرة وتصفح وتختاري الصورة اللي انتي عايزاه وتختاري اسمه بس. وهو هنا بيتحمل، استني هوريكم. تمام، تختاروا ان هو الفيديو او لا. اذا نعمل الفيديو مخصص لا يمكن استخدامه. مشيت. المهم لا يمكن استخدامه زيت من الاشعارات والاعلانات مخصصة من الفيديو. المهم الحاجات دي انا بقى ايه عشان ما اورطش نفسي في الخطر ليس في... لا انا مش وي انا انزل الفيديو. اوكي انا طلعت عشان كنت هنزل الفيديو وكان بيعمل المعالجة. انا عملته كام مستويات او مش عارف اسمه ايه. انا لغيت التحميل عشان ما يحصلش حاجه. اوكي، وبصراحه الفيديو جدا بسيط. اوكي، وهخليكم انكم تعرفوا حاجه. ده اتوقع ان هي حاجه كل الناس عارفه. ثانيه بس، لا مش عايزة انا اشغل الفيديو. خلينا نروح تاني. سوري اعذروني عشان تشوفوني يعني كده. هتروح تدوس على دي واللي هو هيجي عندكم مشاركة اتوقع، بس هنا اللي مش تراضي انا مش عارفة. بروح عند اليوتيوب وريكم. دي احد المشتركات اللي انا ضايفاهم اللي هما بيتي منهم قطع. اوكي، تاجو دي جوري وده تروم تروم بالعربيك. اني بصراحة مش شركة، بس انا شركة جو دي جوري. ده اوكي، دي التانية قناة تاجو دي جوري، اشتركوا فيها قناتها. اوكي خليني اتحمس. انا كمان كنت عايزه اشوف الفيديو ده لان بحب السكر ومهند. انا متحمسة لل الفيديو. اوكي، وبقى هكتب اللي انا عاوزاه. تمام، انا كتبت انا متحمسه للفيديو، انا بحبك يا جودي كوري. واللي لقيت تعليق لا يحط لايك. انا هحط لايك عشان اللي يعرف حطيت. وكل دي بقى التعليقات اللي جودي كوري وحظ اللي عامله القناه اللي انا هشترك فيها عجبتني جدا، تستحق الاشتراك.
اوكي روح اشتركوا في هدايا كوين عندي قناة اختي اللي هو نفس الفيديو ده بتاعت روبلوكس. روح اشتركوا في قناتها اوكي شاهدوا وتحطوا اللايك كمان تكتبوا تعليق لحظة بس يا حرام عندها 7 مشتركين بس ده كان فيديو اليوم ما تنسوش تحطوا اللايك وشير وسبسكرايب وكومنت وخلينا نبدأ قصدي مش خلينا نبدأ قصدي انه مع السلامة اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم تكتبوا اكتر تعليقات كتير يعني كتير تكتبوا تعليقات كتير عشان انا ما ازعلش 10 مشتركين دول اللي يكتبوا التعليق ده وبس يلا مع السلامة وتحطوا لايك باي.